بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بإذن الله تعالى في الدرس الثاني من شرح برنامج معالج النصوص والمقدمة من المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات. احنا تعلمنا في الدرس السابق مجموعة من التنسيقات. عندي التنسيق غامق اللي هو حرف البي، والتنسيق مائل اللي هو الشرطة المائلة، والتنسيق يو اللي هو تسطير. وقلنا ان انا عندي مجموعة من التنسيقات الخاصة بالتسطير او اشكال مختلفة من التسطير. ان انا بضغط على السهم الموجود بجوار حرف اليو بيظهر لي قائمة منسدلة بتحتوي على اشكال مختلفة من التسطير، بالاضافة الى مزيد من التسطير بيفتح لي نافذة اسمها خط. النافذة بتحتوي على أشكال أخرى من التسطير، بتختار الشكل المطلوب أو الشكل اللي انت عايز تطبقه في تنسيق التسطير. طيب بإذن الله هنتعلم النهاردة مجموعة أخرى من التنسيقات الخاصة بالنصوص، وهي التنسيق يتوسط خط، والتنسيق منخفض، والتنسيق مرتفع. طيب انا عندي مجموعة او عندي فقرتين بإذن الله هنطبق عليهم مجموعة التنسيقات. مثلا لو انا حددت كلمة العلم ومسكت الماوس وتحركت بالماوس وضغطت على ABC يتوسط خط. يتوسط خط يعني برنامج الوورد بيعمل لي خط في منتصف الكلمة. طيب هضغط على ABC، بلاحظ ان برنامج الوورد حط لي خط في منتصف كلمة العلم. طيب لو حددت كلمة الشاب وضغطت على ABC هيحدد لي خط في منتصف الكلمة. هكذا كلمة الشخص لو ضغطت على ABC بيحدد لي خط في منتصف الكلمة. طيب التنسيق الثاني من التنسيقات اللي هنتعلمها ان شاء الله النهاردة او اليوم التنسيق منخفض، اللي هو اكس تحتها 2 منخفض. اكتب احرفا صغيرة جدا اسفل خط النص مباشرة. يعني ايه منخفض؟ يعني النص بتاعي بيكون موجود اسفل السطر، يعني منخفض عن النص بتاعي او الفقرة اللي انا بكتبها. طيب لو انا حددت كلمة السطر كلمة العصر وضغطت على اكس تحتها 2 هلاحظ ان كلمة العصر اصبحت منخفضة عن السطر، منخفضة عن النص. طيب لو حددت كلمة ولا يكون، حددت كلمة يكون وضغطت على اكس تحتها 2 بلاحظ ان برنامج الوورد حول لي كلمة يكون بنفس التنسيق وهو التنسيق منخفض. طيب لو ضغطت على حرف حددت كلمة المجتمع وضغطت على اكس تحتها 2 نفس النظام، بلاحظ ان كلمة المجتمع اصبحت اسفل السطر. طيب التنسيق الثالث وهو التنسيق مرتفع، عكس منخفض مرتفع، يعني الكلمة بتكون اعلى السطر، الكلمة بتكون اعلى السطر. طبعا احنا بنستخدم او بتستخدم في كتابة المعادلات. طيب لو حددت كلمة العصر وضغطت على الاكس اللي فوقها 2 يعني مرتفع، اكتب احرفا صغيرة جدا اعلى خط النص مباشرة. بلاحظ ان برنامج الوورد حول لي النص العصر او الكلمة اللي انا حددتها نسقها الى نص مرتفع، اصبحت الكلمة اعلى السطر. طيب تعال نحدد نص اخر او كلمة اخرى، كلمة مشهود، وبضغط على اكس فوقها 2 بلاحظ ان كلمة مشهود اصبحت اعلى السطر. نحدد كلمة او النص العالم الاسلامي، بضغط بيسار الماوس وحدد العالم الاسلامي ثم بضغط على اكس اللي فوقها 2 بلاحظ ان كلمة العالم الاسلامي اصبحت اعلى السطر، يعني نص مرتفع.
المجتمعات الأخرى على المجتمعات الأخرى، بحدد بضغط على الإكس اللي تحتها 2، بلاحظ أن النص بتاعي أصبح منخفض. المغريات والمؤثرات، بضغط على الإكس اللي فوقها 2، بلاحظ أن النص بتاعي أصبح مرتفع. لو ضغطت على أو يخرج منه وضغطت على ABC، بلاحظ أن برنامج الوورد عمل لي خط في منتصف النص. طيب، في حالة أن أنا لو عايز أعمل تنسيق يتوسط خط، بس مش خط واحد، أنا عايز أعمل يتوسط خط مزدوج، هنعملها إزاي؟ تعال نحدد البيت ذلك الحصن، ولاحظ ان انا عندي حاجة هنا اسمها خط، نافذة اسمها خط، الاختصار بتاعها اللي هو كنترول زائد حرف الدي. لو ضغطت على نافذة خط هلاحظ ان انا عندي مجموعة من التأثيرات، منها التأثير يتوسط خط مزدوج. بلاحظ هنا في المعينة انه حط لي خطين في منتصف الكلمة. لو ضغطت موافق هلاحظ ان النص اللي انا حددته البيت ذلك الحصن اصبح يتوسطه خط مزدوج. طيب تعال نحدد ان يتعلم ويعمل حتى يثبت شخصيته، نفس النظام، هضغط على نافذة خط ثم أحدد أو أعلم أو أحط هنا علامة صح في المربع الموجود أمام يتوسط خط مزدوج، ثم بضغط على موافق. بلاحظ أن النص اللي أنا حددته أصبح بيتوسط خط مزدوج. إذن في هذا الدرس إحنا اتعلمنا مجموعة أخرى من التنسيقات، وهي التنسيق يتوسط خط، وممكن نعمل يتوسط خط مزدوج، واتعلمنا التنسيق اللي هو منخفض والتنسيق مرتفع. بإذن الله في الدرس القادم هنتعلم مجموعة أخرى من التنسيقات بإذن الله. انتظرونا.